دخلنا اليوم من أغرب المدن التاريخية تحت الأرض. كما تشاهدون دهاليز وغرف وكهوف، هذه موجودة في كابادوكيا تحديدا في منطقة دور شهير. في هذه المدينة التي أمامكم الأغرب من نوعها في العالم، مدينة أثرية غريبة عبارة عن كهوف ومغارات تشابه بيوت النمل الغريبة، سكن هذه المدن حوالي تقريبا 50,000 شخص عمرها آلاف السنين. تحتوي على ممرات وقنوات وآبار ومنازل، بداخلها أثاثها ومدارسها وقبور مختلفة وأماكن دينية تقع في ديرينكويو في محافظة نوشهير بوسط لهضوم. عمقها 85 متر، اكتشفت على 1963، فيها 18 طابق. طبعا مدينة فيها 50,000 شخص، فيها طبعا كنيسة قديمة. هذه نحن الآن في كلمة دوركيو أو ديركيو معناها الفتحة الكبيرة، سميت نفس اسم المدينة، حتى أن الفتحات يعني فيها تقريبا فتحات عميقة تسمح للهواء في الوصول وتنقية هذه المغارات أو هذه الكهوف. انظروا إلى غرابة المكان وعجبته. فيها تقريبا 15,000 قناة للهواء، 15,000 قناة، وأيضا يوجد فيها عدد من الآبار للمياه. Steps are not original, by the way. Obviously, but they're nice. بناها قوم عرفوا باسم الفرنجاس. قوم الفرنجاس هم الذين بنوا هذه المغارات، هذه المدينة العجيبة. انظروا هنا مجموعة من المنازل والكنائس وغيرها من الأمور هذه. طبعا هنا هؤلاء الفرنجاس هم الذين بنوا هذه الأماكن، يعني حتى أنهم يجلسون في هذا المكان في هذه المدينة ويهربون من الغزاة، بحيث أن الغزاة لا يستطيعون أن يأتوا لذبحهم أو مهاجمتهم. وهم جماعة من مختلف أوروبا، تشبه لغاتهم البلقانية مثل صربيا والبوسنة وكوسوفو وألبانيا وغيرها. تمركزوا في وسط الأناضول، بنوا مدن كثيرة تحت الأرض ضمنها هذه المدينة. شيء عجيب وغريب. Yes.
يعني صممت هذه المدينة حتى أنها تكون مدينة لا يحتاج لأحد، واستوطنوا بها بعد ذلك، بعد هؤلاء القوم الذي بنوها لهم جماعة الفرنجاز مسيحي، جاء عليها المسيحيون وأيضا البيزنطيون. هجرت في أواخر في بداية القرن العشرين، وكانوا يهربون للاختباء بها هربا من المسلمين. شيء عجيب وغريب. طبعا عمرها 800 إلى 1200 قبل الميلاد. طبعا فيها طرق عجيبة غريبة ودهاليز وما تشاهدون هنا. نايس نايس. فود ستورج. هي فود وندي. نايس. Animals and. Bizde Ahmet var ya, Ahmet diye isim geliyor. Ümmet aslında. Ümmet. Ümmet. We call Ahmet. That's why I'm just trying to correct myself, like to say Ümmet, but ama İslam dışı oluyor. Ahmet. Ümmet değil, Ümmet değil. Ümmet. طبعا هنا كما تشاهدون ايضا يوجد فتحات كثيره جدا في هذا المكان ودهاليز اشياء كثيره. طبعا لهم طرق في حفظ الطعام بحيث لا يفسد، وايضا اماكن للخزين وايضا للمنامه وايضا اشياء كثيره. تخيلوا لا تنقطع المياه هنا على مدار الاعوام. هذه من أغرب مدن العالم، أنصحكم بزيارتها. وأيضا الهواء يأتيها باستمرار ولا يعني ينقطع عنهم الهواء. وأنا صراحة في هذا المكان يوجد وكأنه تكييف، يعني الحرارة درجة الحرارة معتدلة. طبعا هناك يعني أجواء شبه باردة، درجة الحرارة تقريبا 14. كما قلنا المياه تأتيها على مدار السنة، هواء نقي جدا. وتخيلوا بنيت بطريقة معجزة بحيث يحتفظون بكل شيء حتى على مستوى عبادتهم، وأيضا خزينهم للمياه، وأيضا شيء عجيب وغريب سبحان الله. مع تحياتي من الصقر underground city.